بلعب سباحه من وانا عندي 3 سنين تقريبا، وبمرن سباحه بقالي فتره في الاكاديمي، وبصراحه دي من احسن حاجات فعلا انا عملتها يعني، واكتر حاجه بتبقى بسطاني ان انا بمرن وكده، وحاسه ان دي كان حاجه حلوه قوي. يعني السباحه حاجه بعملها يعني اكتر حاجه انا عملتها في حياتي، واطول فتره قعدت فيها في اي رياضه اساسا، بلعب رياضه دايما، بس يعني دي اكتر حاجه فعلا قعدت فيها، وناويه ان شاء الله افضل امرن يعني، حتى بجانب طبعا اكيد مش هسيب مجال دراستي وكده، بس يعني ناويه افضل امرن على طول، او احاول على قد ما اقدر يعني ان انا يبقى ده جزء من حياتي حتى لو صغير، بجانب اللي انا بعمله في مجال الحياه يعني في مجال الكليه. بدات سباحه وانا عندي 3 سنين، نزلت اول بطوله القاهره وبعدها جمهوريه، اخدت فيها ثالث جمهوريه، وبعدها سافرت بطوله دوليه في المانيا. بالنسبه لتمارين السباحه مع المذاكره وكده، هي بتبقى طبعا لود وبيبقى ضغط جامد، بس احنا كنا منظمين وقتنا. انا كنت بحس في السباحه ان هي بتحقق لي ذاتي، بعمل حاجه، فالسباحه خلتني رافضه الفشل، مش حابه الفشل، حابه ان انا انجح، حابه ان انا اشوف اكتر، حابه ان انا ادخل في حاجات كتير. اما بطلت سباحه حسيت ان انا حياتي فاضيه، مفيش اي حاجه بعملها فيها، فكان الحل الوحيد اللي قدامي ان انا ابدا اجرب امرن. دخلت في كارير التمرين وان انا ابقى كابتن وكده، بصراحه انبسطت. هو طبعا وانا سباحه دي حاجه، وانا كابتن دي حاجه تانية خالص. بدات سباحه من امتى؟ بدات وانا عندي 3 سنين. كانوا اهلي عايزين يعلموني سباحه بس علشان ما اغرقش في المايه، ولما اسافر مصيف او كده ما يعني اعرف اعوم في البحر عادي. نزلت اول بطوله وانا عندي 11 سنه. بعدين كان حصل لي شويه اصابات فبطلت السباحه شويه. بعدين يعني انا دلوقتي في اخر سنه في الجامعه، بس يعني عندي كارير بشتغل في ادفرتايزنج ايجنسي، فلقيت واحده بتقول لي يعني في اكاديمي بتاعت كابتن سهير وكده، فاول ما كلمت كابتن سهير كانت مرحبه جدا بالموضوع. بعدين رحت مرنت معاها وكده، ويعني السباحه هي جزء من حياتي. يعني انا بشتغل في حاجات كتير قوي دلوقتي، بس السباحه الحاجه الوحيده اللي بتحسسني ان انا بعمل حاجه، او بتحسسني ان انا عندي كونفيدنس كده. الصعوبات اللي بتواجهني ان مثلا بيبقى في ناس عايزه تنزل ومن اول مره تتعلم كل حاجه، يعني انا هنزل حصه النهارده وهتعلم كل حاجه. ممكن كمان ناس اللي هي بتبقى خايفه قوي وعندها بانيك او عندها فوبيا من المايه.